أهلا بكم في موقع الشركة السعودية للكهرباء. يمكنكم الاشتراك في خدمة فواتيري على الموقع باتباع الخطوات التالية: من الصفحة الرئيسية ضمن الحساب الشخصي قم باختيار تسجيل الدخول، ستظهر لك صفحة تسجيل الدخول، قم بإدخال البريد الإلكتروني ثم كلمة المرور ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول. عند ذلك ستظهر لك الصفحة الرئيسية لخدمات المشتركين. في الجهة اليمنى سيكون هناك رسالة ترحيبية على قائمة خدماتنا. للاشتراك في الخدمة من قائمة خدماتنا اضغط على فواتيري، ستظهر لك صفحة فواتيري، اضغط على إضافة حساب جديد، قم بإدخال رقم الحساب، وقم بإدخال اسم مختصر، وقم بتحديد اختيار مالك أو مستأجر، ثم اضغط على إضافة الحساب. ستظهر لك صفحة استعراض الحسابات، فيها قائمة فواتيري التي تحتوي أرقام الحسابات المسجلة في خدمة فواتيري لديك. لاستعراض بيانات الحساب اضغط على رقم الحساب. ستظهر لك صفحة تحتوي على رقم الحساب، اسم المشترك، مكتب الخدمات، عنوان المشترك، تاريخ الفاتورة، مبلغ الفاتورة، آخر موعد للسداد، تاريخ الفصل، قيمة الاستهلاك، رسوم العداد، الرصيد السابق، إجمالي المبلغ. كما يمكنك الاطلاع على تفاصيل الفاتورة الحالية والتي تتيح لك الاطلاع على بداية الفترة، القراءة الحالية، كمية الاستهلاك، رقم الاشتراك، خدمة العداد، عدد الأيام، نهاية الفترة، القراءة السابقة، سعة القاطع، رقم العداد، رصيد دائن، نوع التعرفة. كما يمكنك الاطلاع على الفواتير حسب الشرائح من خلال الضغط عليها، والتي تتيح لك الاطلاع على شرائح الاستهلاك واستعراض هذه الشرائح على شكل رسوم بيانية وعمل مقارنة لاستهلاك فترة 12 شهرا وتحليل فواتير 12 شهرا من خلال الضغط عليها، والتي تتيح لك المقارنة باستخدام الرسوم البيانية بطريقة تفاعلية بين المبالغ أو الاستهلاك للحساب لمدة 12 شهرا وتحليل فواتير 24 شهرا من خلال الضغط عليها، والتي تتيح لك المقارنة باستخدام الرسوم البيانية بطريقة تفاعلية بين استهلاك نفس الفترات من العام الحالي والعام السابق سواء الميلادي أو الهجري، ومتوسط استهلاك السنة من خلال الضغط عليها، والتي تتيح لك الاطلاع من خلال رسوم بيانية على متوسط الاستهلاك للشهر الحالي مقارنة ب12 شهر مضى، بالإضافة إلى الاستهلاك السنوي والشريحة الخاصة به والقيمة الفعلية من خلال الضغط عليها، والتي تتيح لك احتساب التكلفة الفعلية للكهرباء المستهلكة ومقدار الدعم الذي تحصل عليه من خلال تعبئة حقول القراءة الحالية والقراءة السابقة. ويظهر لك أيضا فئة الاستهلاك وسعة القاطع وخدمة العداد ومعامل الضرب، بالإضافة لرسم بياني يوضح التكلفة المقدرة على المشترك والتكلفة الفعلية على الشركة. في حال رغبت في إلغاء الاشتراك في خدمة فواتيري، قم بالضغط على قائمة الحسابات في أعلى الصفحة، ثم قم بالضغط على الأيقونة التي تحتوي إشارة الإلغاء في أقصى اليسار من قائمة الحسابات. ستظهر لك رسالة لمتابعة عملية الإلغاء، قم بالضغط على نعم. ستظهر لك صفحة استعراض الحسابات بعد حذف الحساب. الشركة السعودية للكهرباء طاقة مثمرة. خدماتنا أسهل وأسرع على موقعنا www.se.com.sa.